السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم على وشك الدخول إلى أكثر الشبكات إثارة وأهمية في تاريخ الحركة الكشفية. مرحبا بكم في رسل السلام، أنا عبد العزيز من الكشافة العربية. دعوني أخبركم عن هذا التحدي المثير. ككشافة نقول أننا نعمل من أجل عالم أفضل. حسنا، هذه فرصتنا لنحقق ذلك التحدي ونثبت للعالم بأننا نستطيع أن نحدث التغيير، وهذا التغيير ليس فقط في مجتمعاتنا المحلية بل في جميع أنحاء العالم. سوف نقوم بتغيير العالم. تصور أن ثلثي العالم كشافة، وكل كشاف يخدم مجتمعهم بما يتطلب منه، ماذا سيحدث؟ وعلى سبيل المثال، العمل من أجل البيئة، المساعدة على الحد من انتشار النزاعات العرقية أو القبلية، المساعدة على الحد من انتشار النزاعات العرقية أو القبلية، المساعدة على تحسين المشاكل الصحية أو الاجتماعية، العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي وحتى وإن كانت المهمة سهلة. وهذا هو تحدينا في رسل السلام، لذلك نحن بحاجة لعشرين مليون كشاف ليحملوا هذه الرسالة، ألا وهي رسل السلام، إلى مجتمعاتهم ويخبروا الجميع عن هذا المشروع. عشرين مليون كشاف سيحدثون الفرق. وقبل أن تتساءل، عشرين مليون، هل يمكن الوصول لهذا العدد؟ حسناً، هل تعلم أن في الفترة من عام 2001 حتى 2010 أصبح عدد الكشافين قرابة 10 مليون كشاف في 110 دول، وبدورهم نفذوا أنشطة السلام والتي كانت مدهشة. وهذا التغيير كان قبل وجود المواقع الاجتماعية مثل الفيسبوك والإنترنت بشكل فعال.